ضمن مجموعة نسائية تجاوزت 100 خرجت عزيزة مع زميلاتها لتنفيذ وقفة احتجاجية في منطقة باتيس للمطالبة بحقهن في الحصول على ما جرى إقراره وزاريا. وكان قرار وزاري تضمن توجيهات بضرورة استيعاب هذه النساء كقوة نسائية تابعة للقوات الأمنية في محافظة أبيان بعد مشاركتهن كمقاتلات متطوعات في الحرب الأخيرة. احنا قوة وقادرين وعندنا القدرة وعندنا النضال، وقد نضلنا في جميع الجبهات، في جبهة دوفس، في جبهة أبيان. بالقرب من هذه الوقفة الاحتجاجية النسائية ينفذ المئات من أشقائهن الجنود وقفة مشابهة، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الحكومية القاضية بمنح المشاركين في الحرب ضد الميليشيات الإنقلابية أرقاما عسكرية ودمجهم ضمن قوات الجيش الوطني. نناشد الرئيس عبد ربه منصور بالأسراع بتوجيه اللجنة لترقيم الشباب الذين قاموا بجهود بارزة في الجبهات في محافظة أبيان. قد تشكل هذه المجامع النسائية وأيضا الرجالية إضافة نوعية إلى المؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة، خصوصا وأن الجانب الأمني لا يزال يشهد بعض الاختلالات. كل الجبهات تم ترقيمها إلا منطقة إلا نحن ما تم ترقيمنا. وكما جاء إعلان محافظة أبيان محافظة محررة بعد الكثير من التضحيات التي قدمها أبناء المحافظة رجالا ونساء في مشاركتهم بالدفاع عنها، لا يزال معظمهم خارج دائرة اهتمام الشرعية وفي انتظار أن تمنح لهم فرصة الحصول على أرقام عسكرية أسوة بالكثير من رفاقهم الذين تم اعتمادهم في باقي المحافظات المحررة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.